الله والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين. نحن حقيقة يا إخواننا في البدء جينا نقول لكم تحيات أخوكم الفريق أول عبد الفطاح البرهان. أكبر. وأخوكم نائب القائد العام أخوكم شمس الدين كباشي. وأخوكم رئيس هيئة الأركان الفريق ود الحسين. كل هيئة أركان القوات المسلحة وغادة الوحدات الرئيسة والتشكيلات وكل غادة القوات المسلحة خاصة أخوكم الكبير يا أخواننا اللواء صبير رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية. بهنوكم بالعيد وبقوليكم كل سنة وانتم طيبين وبقوليكم البلد السودان أمانة في أعناقنا جميعا. إحنا القاعدين ديل وبنقول لكم يا أخواننا أم درمان هي البداية لنا كلنا مع بعض لنظافة مدينة أم درمان. والانتقال إلى الخرطوم والخرطوم بحري عشان نساعد أخواننا هناك. غوات العمل الخاص في وادي سيدنا وفي الكدرو وفي الشجرة وفي جبل أولياء كلها الآن بتنفذ في عمليات خاصة زيكم أيضا. قوات العمل الخاص في أم درمان يا أخواننا الليل عيدنا وحس أنا بعيد عليكم لافي في الدفاعات. سمعت إنه أخوانكم في بعض الجنجويت وعدد كبير دخل بيوت قريبة من هنا بقى ينهب فيها. حس وحدة من وحدات العمل الخاص أخوانكم حس الآن مش طوقوها.